لاقيني وانا بغديني. القصة دي بترجع اصولها لرجل كان عايش في قرية، وفي يوم من الايام تعب او عي شوية، ومن سلو القرية دي انه اللي بيتعب فيهم بيجملوا صحابه وقرايبه ويروحوا يزوروا. فراحوا زاروا صحابه وبعض الاقارب، وكان عنده فتى كده في البيت، ابن كده ضايق الزوار شوية. بعد ما مشوا الابن بيسأل بابا، بيقول له هو فعلا انت يا بابا بتروح تزور كل الناس دي لما بيعيوا؟ هل انت فعلا لازم تسأل عليهم؟ قال له يا ابني دي مجاملات لازم تحصل ما بين الاهل وبعضهم. قال له بس انا جبت لحد منهم صينية فيها فنجانين من القهوة وهو ما خدهاش مني، اداها للشخص التاني، هو ليه عمل كده؟ قال له لان اللياقة اهم من المجاملة، لاقيني ولا تغديني. ومن هنا فهم الابن يعني ايه الفرق ما بين اللياقة والمجاملة، لاقيني ولا تغديني.